احنا الامل الوحيد اللي عندنا، الله سبحانه وتعالى والقضاء العادل يخلص الناصرية. احنا املنا الوحيد واروح وارجع، الامل الوحيد الله سبحانه وتعالى والقضاء العادل يخلص محافظة ذيقار من هاي الطرقاعة اللي لازمتها هسه. مناشد الكل مسؤول، الكل واحد عنده حرص على محافظة ذيقار المظلومة اللي راح تنهار بالكامل. مناشدة للقضاء العادل، أنا عندي الأمل الوحيد القضاء العادل يخلصنا من هاي الكوارث اللي جاي تصير بالمحافظة بين المسؤولين، حرب طاحنة غليان. مناشدة إلى رئيس مجلس النواب مشهداني، مناشدة إلى رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، مناشدة إلى نواب ذيقار، ليش هيك محافظتكم؟ ليش صعدتكم الوادي؟ هذا شارب عزينا تك وتك إذا أجا مشروع التنمية، قل لي ليش؟ سألني. حرب طاحنة، هذا ابتزني، هذا صلخني، هذا ويطلعون بالتواصل الاجتماعي، وهاي المحافظة العريقة الشريفة الحنينة الحبيبة أم حضر الدافي، هاي المحافظة أم الأدب أم الشعراء أم الثقافة أم الشهداء اللي قدمت أحلى شباب بالعالم، أبطتها تضحيات للوطن. تالي ما تالي تجي مسؤولين تتعارك تطاحن، مسؤول اليوم تطلع عليه ثغرة 1%، الله وياك. مئات المهندسين، مئات الدكاترة، ليش هاي اللي جاي يصير بالناصرية؟ ليش؟ شنو السبب؟ الله أكبر، معارك طاحنة، كل مسؤول حاطة 100 صفحة وهمية، وواحد يسقط بالثاني ويطلعون بالإعلام أنا هذا وهذاك كذا وهذاك هيك. ليش يا عمي؟ ليش هاي الناصرية هيك؟ بدل ما تخدمونها الناس هاي اللي انتخبتكم، مو تنتظر كام مثل هلال العيد، هذا اللي يريد له شارع، هذا اللي يريد له مدرسة، هذا اللي يريد له مستشفى، هذا اللي يريد له تعيين. ليش حتى التعيين لا ما عنده واسطة ما يتعين؟ ليش صار تتعرفون بيناتكم؟ الله أكبر، كل ساعة ونزل الكتاب هيك، هاي مشتكي على فلان وهاي مشتكي على هذا، وهذا المسؤول بتشهد أنا أموت وأعدل وأظل وأبقى أقول الحل الوحيد القضاء العادل يخلصنا من هاي الكوارث، بالله وبالقضاء العادل خلصونا عمي من هاي المسؤولين، راح تهلك الناصرية، راح تهلكها والله.